فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأصناف التي ليست ربوية ولم ترد بالنص كالحديد مثلا، هل تجري عليها الأحكام الربوية وأحكام السلم؟ إيش؟ الأصناف التي ليست ربوية كالحديد مثلا، هل تجري عليها أو تجرى عليها الأحكام الربوية وأحكام السلم كاشتراط تقديم جميع الثمن؟ أما الأحكام الربوية فلا تجري عليها، لأن خرجت أخرجتها الصنعة عن الوزن، صارت مصنوعة ولا تباع يعني إلا بالكمية، ما تباع بالوزن، فليست ربوية. وأما السلم يجوز أن تسلم في حديد صفته كذا وكذا ومن نوع كذا وكذا، تضبطه بالمواصفات وتسلم الثمن في المجلس، والحديد يأتي إذا حل الأجل، أجل السلم. نعم.